بركاته. أيها الأحبة، إن درسي ولا له قون دايين إنه عوضحه وآه الإسلام منصور لا محالة له. سلام هو قولي سنية مرنكم تشرو إن لو عمل فله وسيدي وقولي سن لها لغا شقيانا وواجب دينية عنوان كنت صوت المامية دوني دو حنوغنا هاي بنا آدم كوان لها انت بدن كفكر مستقبلك حي نقن وان لها أخطيدة اكو تلقالة مستقبل كوح نقن دونه انو صويري كرو إلهينا سبحانه وتعالى قرآن كوحو كت المامة يا مستقبل كحقيقة دي سينو سيقونه قل لا يعلم الغيب من في السماء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلهي وحليه سبحانه وتعالى ما أوغا عرق يرل وحشوغا غيب كما أوغا ألمو يعني سبحانه وتعالى حقيقة هن إلهي ينبوك لكن بني آدم قوة صادالية سقو ساداشي سقو صلينا يا تقتدي هرا ما تاريخ دي هرا يا سيدي وحهان شيرين سقو قو صلينا يا هذا ظروف تتاجن السيدة أي تهاي أي مركا كسا ضاليا مستقبل كنا سيدو كان دونه ضدك وحصا ضاليا مركا ضدنا وضد خبرة أوله والدراسات بدنا مع علم بارس بدنا انت يسميان مستقبل كو موضوع الى حد ما صورن كرا سيدا وحنا قن كران دتك بدنا تاريخ خرية وحبتونا ما ايغاني واقع مركا ما لحدد اللي قلنا لي هاي با انت ام موقتي مودانين اي دوني دو مدوباتي ومشاكل كامركا هستيا وحا ام با انتو كبطو أيوم بيصير هذا الدنيا دو وحبة اسم بدلي ما يعني صوت هل كان لقاره هل كان لقاره نوع من اليأس أي كدعة مستقبل كاسي إيجستيسا مسلمين تو قويهم كود وباريا يعني وحبة دم باني إيجا يعني ويفتي من أيا عكس جدنا قال دنا وباريا يعني بحوث علمية يدراسات أكاديمية علم بارسيا نبا خبر نبا ومال إيه مسكح باي قلين أيام بيكو بارانو إيغان مستقبل كمسلم كسور نقون إياه حانو ننكا راقو إيه نبدنو إليه ينوحي رميسيني لا محالة إنو إسلام كسور نقون إياه سبب بدن درادود لكن دي اللي اسمت دي بابي رميسيني مالا دبنك مالا دبنك كراه ما لواتن سنو كسور نقول ما كنتن ما بقول ما لوا بقول هدينو لوا بقول قارسين كرنا دم دينو هاي سنة ويا مركا يجو بحث جا وحي قصة ما هنا يعني نيو جادان نقاط ضعف جا جا يا نقاط ما لها حرق جا جو كتشرو يا ما لها ضعف جا جو كتشرو ساو جد عدة عدو جا هي وحي سكون ديسا بوينتس كاما نقطة ده الضعف كان هنا يبون بوني سو حوتي سو بلاري سو تربضي سو ما لها قوة نسي دي يحدد لها هيدا ويرين لها هيدا نتيجابي سو مسلم كا وحال أركيا بري يقل بيتونا من ربان غير قلبيت إسلام نما عدو نما التاريخي وهراك سوى دحيسة وحي الربان إن عرق على ديان أنت عرق على دين كران بريق صوص عدانا كمرونا وشاينا يقروب كيس كوانا باه لو كتاب لبضا كوانا باه وحيا باه قار كود إنا لو داقة لكن شاينا يقروب بدو دونا والغي يبا ظروفات كار كود مصالح دونا يصور دعضو لكن كمبدأ هنوي كفقين عالم الإسلام دتك حكمانه
labadaba inay ka soo fog yihiin baaba laga yaaba iyaguna dantooda inay u arkayaan islaamnimadaas inaanay ku soo noqonin, waayo ninka siyaasiga ahi waxa maslaxadiisa ugu jirta lagaba fujiya adiga goor maslaxad malaa wuxuu arkayaa sida tan inuu dadka gacan bira ku hayn karo. qofka caadiga ahi markuu eego wadciga muslimiintu ay ku jiraan oo ah dhaqaalahoodu inuu dambeeyo, siyaasadoodu inuu dambeeyo, maalku in laga maal badan yahay, hubka in laga hub badan yahay, niyajab badan baa dadka qaar ku abuurma. laakiin dhan kale marka la eego waa ummadda ugu da'yar ee dunida ku nool. dadmiinis soomaali maanta haddaynu ogna waxaa laga yaabaa boqolkiiba 70 inay 30 jir ka yartay. dadmiinis waa xoog soo socda masaajid kemka, haddaan sidaa u eego waa cirra laba qof iyo laba laga yaabaa inaan arko. macnaheedu waxa weeyaan waa ummad dhallinyaro ah, soomaaliya qudhana maahe, waa caalamulislaam oo dhan baa noocaasiya. cagsiga haddaynu galbeed iyo bariba eegno waa dowlado gabgaboobay iyo dad gabgaboobay iyo maskax gabowday. da'yartoodu da'weyntaa ka badan, inta benshanka galaysa ayaa ka badan inta soo galaysa shaqada. that's why in badan qaxoonti u qaataan. qaxoontigani waxa la rabaa in lagu buuxiyo meeshii dadkii shaqada gelayay, waayo dadka ka sii baxaya benshanka noqonaya ka badan da'yarta shaqada soo galaysa. idan haddii xagga bini aadamka laga eego, caalamulislaami waa dhallinyaro, waa dad xooggan oo mustaqbal loo soo socda. haddii laga eego dhulkay degan yihiin, waa dhulka dunidaba isku xidha, cidda dhulkaa xukunta dunida xukunta. waxay yidhaahdaan dunidu badaha dunida isku xidha, cidda xukunta xukunta. shan lixda kanaale dunida isku xidha, mid mooyaane inta kale muslim buu ku yaallaa. banama kanaal oo labada maraykan dhexdooda ah ayuu baan gacanta muslimka ku jiri, ama inta kale waa baabil mandab, waa kanaal suweys, waa jabal utaariq, waa basfar, ama marma labada uu leeyahay turkigu, waa hurmuskan eeraanta iyo cumaan iyo intan u dhexaysa, waxa kanaal dunida isku xidha gacanta muslimku ku jira. waa wasadi dunya, maraykan intaasu xoog ku joogaa si uu u maamuli kariyo ingiriis. turkiga intaasay heshiis kula galeen 100 sannadood khilaafadii cusmaanigii markii la riday heshiisyadii lala galay, waxaa ka mid ahaa 100 sano ee soo socda kanaaladaas inaanu iyagu lahayn free in lagu mari karo. 2023 ayay ku dhan yihiin 100 sannadood. 1923 ayuu ahaa heshiisku. 100 sannadood waa 23 markay gaadho ayuu dhammaanaya, wixii ka dambeeya gacanta turkiga ku wareegaya. gacanta turkiga hadduu ku wareego, raashiya dunida meelay kala xidhiidha ma leh, turkiga inay marta mooyaane, biyo kululba ma leh, iyo wax xagaa ka xiga oo dhammi. si kale haddaynu u tilmaamno, waxay degan yihiin meel ilaahay dhigay energy-ga dunida, shidaalka dunidana 78% wax ku dhadhow waxay ilaahay hoos dhigay inta muslimku dego, khaasatan iyo meelaha laga soo bilaabo ilaa iyo inta muslimku dego ayaa shidaalka energy-ga dunidu hoos yaalla. caalamulislaami wuxuu ka mid yahay wadannada aan khaam maadda khaama loo soo dhoofinin, ee maadada khaamka ee wadannadooda taalla wax kastaba inay helayaan, anything loo baahan yahay dhulkoodu inuu leeyahay oo tasniic ama industry-gu u baahan yahay. haddii wadanku dhallinyaro uu yahay, haddii mowqucu ku dhaca uu yahay mowqac dunida maamula, haddii energy-ga dunidu gacantooda ku jiro, hadday maadada khaamka ay helayaan iyagu haystaan, waxaa ka dhiman oo keliya ciddii isku hagaajin lahayd. alxanaka siyaasiya qaa'idkii lahaa ee saaxibu risaala, mid ka mid ah aqoonyahanka reer galbeedka, wuxuu leeyahay waxa qura nimankan buu leeyahay waa inaynu xoog isaga ilaalinaa,
waayo waxa quray u dhimani waa salaaxdiin cusub oo soo baxay buu leeyahay nin risaalana sita xanaka siyaasiyana leh mabaadiina rumaysan in maamulna garan kara iyo si dad loo hoggaamiyo caalamul islaamiyin intaas ka dhiman رسالة دائمة بيقتل ماما يعني وأن مرنا بيسبدلنا ويهيستان ذاتك كالي كتبتو دي ويغلدانت توراة دي رسمي هيد ما تعلو إنجيل كي رسمي هما يالو بل ما أنت وحي مرسا حتى أفك مركي نغطو دولة دو أوين الدنيا كما إذا با تيشابيني هادا أركيف يدو دا رسمي هنا في عربي لغو قرو ويا في عربي وافك قرو يعني سبدلين فعربي كون يدور بغلو سندود بو سيدي سي يعني نينكا لغة عربية ما انت برتاي أشعار الجاهلية يدو الله فسرين بو أخرين يا عربي عربي هم كو قرأي كتاب كا قرآن كاهي عربي عربي هم كو قرأي لكن إنجريس واللغة دي سدوني دا يقو حوك بدانتاي شاكسبير وحو قرأي إن لو ترجمة مدران إنجليش كمو يعني إن يربا أخرية كرتا وصح بغلو سندود كهر سبع الله سنادات كهر وحي الله قرأي دي في انجريسي بالله سبع الله سنادات ملاها سوچرا ايكو الرئي جن مارك لا وجه سكو كتر سرا يعني لاتين لا وجه بوها احنا قد الله يي رسالة دو دونا وكيد يالو سيدي سيو يالو عدكو نغانتونو باحن ان مرنب التحريف كلين ان مرنب اللومين الهينا القرآن كي سكو شغي انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون أنا سودة شيبة إلهي إلى أنا إلى لنيا إلهي وحو إلى لي حتى أفكك قرين ربي دوره علماء دي مسلمين تهر بحوث تي سميسي إذن لغة عربية واتي النبي محمد كهد لجري عليه الصلاة والسلام واتي أبو جهل كهد لجري يكوي كهري واتي عنتر وكو قبيي واتي محي إمرأة القيس وقبي يدك تيريني قبي إمرأة القيس باي مكانت الآخرية عادي الله فصيري وان إشكال كتيرين سعادي الله قرنية وحي السبب لها وحي لا يندتك كريمك وحي هستان حضارة قديمة ومر لبعد ما يلين تاريخ بيلي أمم كو تاريخ دا كما سوى هذا تاريخ خرالي هذا هاي واد هبان إساين تصور نولين كرتو هذا نتسي تاريخ لهين دبقو أنت هاي مجرى بيال هوري وادبو نغطا إسلام كو تاريخ بولي تلمام إساء دوني ده تن دور بغلو سنده ده ما كل سنده ده ينو كل يهو قامين ايه او دوني ده نمبر وان واها هده علم ته هده جامعة ته هده نقالة ته هده everything واحد قصده الله يقول ايه وهايين ابن دويد واحد تلمام ايه كليبس باي وانين قالت او قرائي هنا او تاريخ العلم كوا رماوح لها قرون الوسطى بغل يصدن كي عالم الدوني ده شوهي بقول إيه الله بعد تنباد دوني دا مسلم ككي يمبولي أدونك كلاودا مليح طبعا بولها يروبا دا ما يأفر بيلها تامعني يحوية ودى التاريخ هي حضارة لسوچرين والسبب كرتاي نايد مصور نولايا انت اوحا نكون درينا هذا تاريخ دا دراسيسو إلهي يحلي وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس بين آدم كإلهي وأكل بدبدل إياه نرش وما شرته وما دول قد شاب الله قرأي وما دول قد قولوا قرأتين ما شرته لكن آدنه وقر السديب يعلى السديب كاسوك البغلا حوق بضطة بل هذا تاريخ دي نبي محمد كن نغطى عليه الصلاة والسلام يا سلامك مربو نبي محمد كليئها دوني دور دمينك سهر جيد قف قرى قياس وادو قرى بيك سهر جيد مربو لا عيد هويسة من يؤويني وريا يهوين يا مربو لا وان الله كلمة دي سشاقة وتاريخي انا دقار قوت المامان شنية تبان قبيلين وسوسو بردقو شنية تبان كبت ديدين إلهي فرج وحو غفر إن اللي يرى أنصاري إنه يقبشو قادط إنه يمادان هو إسلام كالرميان بيع العقبة الأولى يا بيع العقبة الثانية اللي قالان وده بتنا إذا دانا نجا هيلي هي هو بكسين إنه نو كالي وعرب عندهم حكوة إن اللي يرى ضاير وكهلا وحو غيستي
dagaalkii koowaad ee lagu soo qaaday Badr uu guuleystay, kii labaad buu haddana jabay oo laga xoog batay, kii ku xigay baa Khandaq oo haddana uu guuleystay, kii ku xigay buu haddana marna jabay marna Xunayn. Yacni taariikhda bini aadamku, laakiin ilaahay wuxuu leeyahay walcaaqibatu lilmuttaqiin, cidhibta dambe waxaa iska leh kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada. Marka waxaan leenahay kow, adduunka kani ilaahay buu gacantiisa horta marka hore ku jiraa, taa rumayso. Maanta dunida reer galbeed baa hogaamiya, cid dambe oo eray ka daba tidhaahdaa ma jirto. Laakiin hadda wax 30 sano ka hor dunida dowlado waaweyn oo kale shuuci la yidhaahdo iyana qaybtooda ka taliya jiray, 2 sano gudahood baa shuuciyad bal dunida la waayay. 2 sano gudahood ayuunbay noqdeen sidii tusbax la furay daatee, dowladba dowlad ka dambaysay dhacday. Reer galbeed maanta wuu ogyahay inuu daalay, dhallinyaradoodii baa lunsan, akhlaaqiyaadkii ka lumeen, dadkoodii xumxumaabaa kor soo maraya, dhaqaalahoodii baa sii burburaya, dhashoodii baa sii yaraanaysa. Wadannada qaarkood 1.25 bay marayaan, that means 100 qoys 200 qof ka kooban 100 nin iyo 100 gabdhoodii dadkii bedeli lahaa ma dhalaan, 125 qof bay dhalaan. That means tirada wadankaasi yaraanaysa. Soomaaliya 30 sano ka hor intay leekayd dadku, deni walowba awowga eeg 30 sano ka hor awowga intuu dhalay mise ahay maanta say misuu yihi, waxaad garan kartaa Soomaaliya intay badatay waa intaa. Waxa laga yaabaa awowgay 30 sano ka hor ama 40 sano ka hor haddaan tiriyo wax gacanta lagu tiriyo inuu ahaa, maantana waxaa laga yaabaa inay 100 yihiin. Nin walow Soomaaliyeedna waa sidaa tan, yacni intaasoo jeer boo laba laama iyana waxaa laga yaabaa inay tiradu intay awowgii ahay ka yaraatay. 40 sano ka hor awowgii intii uu dhalay ku tirsanaysay maanta inta ku tirsatay inay kaasi yartay. Idan waa dad gaboobay oo tiradoodu sii yaraatay oo dhalintoodu sii baaba'ayso oo dhaqaale burburna ku socdo oo xataa unitigoodii uu hadda bilaabmay inuu dib u gelgelmo. Yurub oo tan sii kala googo'aysa, Ingiriis ka baxay, tii kale weli waa isku oodan tahay. Dee ilaahay balaayooyin kalaa buu keeno, korona iyo wax kala soo baxay. Dimuqraadiyaddii dunida loogu bushaarinayo waa taale ninana in ictiraafi maayo, eti afrikaanku kale imka waa uunka askar yar tahay, sidii baa laysu hayaa, waxba kama jiraan anaa madaxweynaan nin la soo taagan yahay. Sistamku ma aha sistam fududa, horta dee habeeniyo maalin dumaya maaha, saa maaha. Laakiin waxaynu tilmaamaynaa naqaada dacfigii inay bilaabmeen ay muuqdaan meelihii liidashadu ka jiray, way soo biirayaan. Valiyuskoodii ay yaqaaneen, qiyamkay hayeen wuu sii lumayaa, xataa qiyamkii dowladnimo ay lahaayeen ayaa sii lumaya. Dee inay iyagu lumaan macnaheedu maaha inaad adigu xoogaysatay, haddaadna ka sii liidato dee waysal halkii uu cadow waa jabay, adigu maad guulaysandi, adoo haddaad wax noqotaad guulaysanaysa. Hadda waxaan leenahay kow, horta waa inaan rumaynaa ilaahay in dunidu gacantiisa ku jirto. Caqiidadaas waa inaanay dadka ka lumin. Qul illahuma maliki lmulk tuuti lmulka man tasha, ilaahu dunidan adaa maamula, cidi kulama maamusho, adaa mulkiga siiya ciddaad doonto. Wa tanzicu lmulka miman tasha, adaa ka siiba baa ilaahay qur-aanku tilmaamaya. Tanzic, adaa ka siiba boqortooyada ciddaad doonto. Wa tucizu man tasha wa tudilu man tasha, adaa ilaahay u casiis ka dhigo oo nooleeyo sharfa ciddaad doonto. Ciddaad doontana adaa duleeya, biyadika alkhayr, gacantaada aday wax waliba ku jiraan. Innaka calaa kulli shayin qadiir, wax walbana adaa awooda. Idan biyadihi alamru kullu, ilaahay gacantiisa ayaa noloshoo dhammi ku jirtaa. Waxaynu leenahay marka la qiimeynayo mustaqbalka, hadday taariikh noqoto, taariikh dadkani waa leeyahay uu higsado,
هذا النقطة واقع ما أنت يا الله وحنا لنا هو واقع شيء جية ومتضل يراه ووضنك إلى هاي الدنيا كدور تيدجن وكان لسك الدنيا دورني يجع أنت ودو كشره ورد قالية وحي وضنك وابا هنا إلى هاي مشي ودو قسم يوكو أبوري وابا هنا سكو هبين دمبؤون يعني وحي أمدى أي كرو قلنا قل الله هيدو دم يكتو دو وطالة انت واحد دير مبشرات كحق الرب كيمي ونصوص قرآن يحديثة وإلهي سودة شيء وتلمام يعني أمدى تاني دبقو ليسن دونت يعني وطالة إلهي بوحلي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إلهي وحو يبوهيك وإيمانك لغيه لا إنغمتك عملك صوبنا السمية يعني طريق العزة الراعة وضد اللقول لي بان ينا الراعة كما هو الرب إن إلهي ما أرنين كوى الرمية اسكسة حدا كربا يلي إلهي ما أرنين نوم ولا تستيقظوا يو عراقي أن قبيا يو عراقي يو حكي أبي مسلم كما تسيدوا يهي واهو ري ما سوء قبي تريه ولي يهي سيحدو هتوسينا انت هردون بقولي ستبويري يعني وحصورة يا حال كأنه فما فاز إلا النوى مبويل ما قول إستاك هو هردان بوياني إذن نين هردان ما قول إستو نكي سيحدا سعيد دي بدالي بيسو مالدو تير هذا لكن إلهي وحلي سبحانه وتعالى كو إيمان لقى هلي عمل صالحة كو عقيده إيه إني مبادئ دا كل نقبان الرعان لقى هلو كو إلهي وحبا لنقاضي ليستخلفنهم في الأرض اللهم ينون التوكيد بإلهي إلهي كوات كي كوا إلهي سبحانه وتعالى نلقى خلافة دي سوا ودي بيا ودي بيا سيدي كوي يكوه ريبا لو ودي بي يعني تشتك نلشة هدات راعضه إلهي سبحانه وتعالى ويد النولين يبال لي ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلهي سبحانه وتعالى ومكن سينيا وقعنتو قلين يا الدين تودو رالي ودغضي ما أنت وحلاقي يا بدوري دقيبة بدر كم ده مسلم أنا هيدا تقول لك واحد شهادان ويصير أربعة لقديلا هذا أفكار ترى هذا مسلم أنا أربعة لقديلا هذا تيريس نكنيه يعني سلام بوشيكتي لكن إلهي وحبه بلغ هذا هدي كت كان راعان ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلهي وما كان سين يديرتو دين تودر رالي والنقضي ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بقهو ده بدل إلهي وحقوق بدل يا نبت قليو دي عالم الإسلام ما أنت سياسيين تسيا وحجرت كسيا قويان كسيم بدل نكمدي أي بقى يا نسلي هذا وحات الأهدان أرما قال دي سود وشا أرما الله دين قبصة أرما الله حرا أرما الله قاهر يما دا ونو اللي بمسل حديث كده يدي قل هذا اللي قال أنت هذا إلهي وحلي سبحانه وتعالى ربي ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لكن واحد محيك حلي يعبدونني لا يشركون بي شيئا با إلهي وأين يعني يا عابدان وأنا عندنا يقول شريكي لأن حال الله هذين قادان وحن واهلي ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون عندي قالوا دانا فاسق بيا وفاسق بيا إلهي لي قرقار قال له لي مايو آيات قال إلهي وحلي سوى الرب الربين ينوت المامود دوني يسوى كتليه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم قرب ربما إلهي لي إلهي إفكي سيني أفكو دقو الدميان كورا نكا سيلا ضع عبعاد ضعفوف الدمي وأنه ولا ننصو ماها ويعدادوا إني حب وإنتهى يوان بن آدم كوتا كلمة رمي صلت مركان إنا إنا أفكي سيكود من كرين رب السماوات والأرض النور كيس عنافك مد من كرت إلهي باوح ليه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم
ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إلهي نوادي دي تاسي إنه نور كيسان ما يستريمو يرين دين تان إلهي وحب اللان قاضي إلى قيام الساعة مركضتك الله اللين دونه وقت كله وين يدو شوقي دونته سأوغيدنا ناي سورتك الله هين إن لدميه ولو كره الكافرون بإلهي حتى كوه قال اذهبن عباداني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون في سورة التوبة هي في سورة الصف إلهي وكت البامية إلهي وك الرسول صادري وهنونك صادري يدين حقا ليظهره على الدين كله دين أردن نككري له ومبشرات مركه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا في سورة الفاتح يعني سدح أيضا قرآن مثل هذا سكسا أرارت وحلنا أي أحاديث تصار ارتوي تربض أنت ولذلك ما شيخ الألباني رحمة الله عليه كتاب كيسان لدى سلسلة الأحاديث الصحيحة وحكم بالأوضع أحاديث مباشراتك أول حديث يكوي يلبى يصدح وحكم بالأوضع أحاديث المسلمين تدير قالين يسيب بشارة النبي محمد وقت جاي أي حكم بالأوضع أو كم جاي حديثك نبي قول عليه الصلاة والسلام إمام مسلم صاري إن الله زوالي إلهي وحوئي سمي أوئي أروري زوالي الأرض ملقونا بالليس وكوبي فرأيت مشارقها ومغاربها كأنما دي تي في لغت الصيوك له ملقونا أي الليس أروري نبي قول عليه الصلاة والسلام وحنر كي بريجيد يقل بيت كيدبا وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أمد أيضنا ملك يدي ما ملك يدي وحو قاري الدونة انت اللي تسييب النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحصو صعتو النبي تلمامي وقت عالم كوردن إسلام كتاليو عالم كوردن إسلام كتاليو ذاتك بربا وحيو فكريان قرم مسلم كحوق بدن دونا عينك وردتك قلوب تودين لفرطة بكفي عن نقول كود لفرطة ردتك قلوب تودين لفرطة أياك قرح بدن محي نقول كود لفرطة سو غف كل كيس الدقة بدين تلا جرسين كرا سلامنا ماذا وقادن كرا ضد مسلمة يد دولة سلامية ضد خير شيء على نقوم كرا سو قيد من النبي وحليه وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وقت جاء مدينة الجور تاجنا تبتنا وحول أي واحد ليسية كنزجة دارتي عصيدية دارتي عضيدة لبدي الدولة دود الدنيا مركا كتلين شري من نجوري قعد بولها من نجوري قعص بولها تيم كبا راشي يكون نجوري قعص بولها مريخ يكون نجوري قعد بولها بيرشية هي الروم نسكرة قالوا نجوري عض بيلها قالوا نجوري عص بيلها تبتنا نبي وحول أي عليه الصلاة والسلام وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض هديتهاي ذهب يفضنا ولا يسيب نبوة المامية وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا نبقى عليه الصلاة والسلام حلي إلهي وحن ويديست وما الضيدة إن أن إلهي سبحانه وتعالى كو اتحام أبار بميسة يعدو كحوق بطه ودمان تطقب صدى إلهنا سبحانه وتعالى وحوط المام هدان وحكم وحكم كي قال لما سوء عليه ومدى هذا أبار لما يسكو قبن مايو عدم انتو كحوق بطر دمان تطقب تنكو قبن مايو لكن دوني دور دم حتى هذا يسوء تما دوما يجبين كريان لكن يقى بربا بركة كلا قبصان دونا وبلا يدو دوساسة كل عدونتا
عالم الإسلام ودن كستيل الجمهور يستقر كلام مسلمون بعد ذلك على الدبابة كجيرة يقوم با جبكه هذا كمسؤولة سيد النبي عليه الصلاة والسلام وتلمامه لكن حديث بدن بواحد تلمام حديث كابن حبان لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار دين تنين يقارد دونته أنت واكبر يهبينك الدمو دوني دور دنده هبين واقعدا ما لننا واقعدا دين تنين ويقارد سابو النبي عليه الصلاة والسلام قري الدنيا كتيرة ما ترى إلا دين تنين ويقالي دونته أما يدو بعز عزيز بيكو قلي أما بدل ذليل إسلام نمضو حق بدن بيكو قلي وهي ندو ليسيين أما تهدد كي يقال إسلام كقادر أما هو لغبصا وحاو تلماما يا نبي عليه الصلاة والسلام صحابة دو شاقي بولي لبدا ما قالوا إلا فرانا يشاق وروما قال هذا عاصمة دا تليانيقا يا قسطنطين وعاصمة دا هدا يا تركيا قال لقام عمله لكن مركا الله بدا با مدينة وحي هيد مركز كالدينات إرر قلبيتك مدينة وحي هيد مركز كالسياسة ديت إرر قلبيتك قسطنطين وحق عانتك وهي الدولة البيزنطية ودولة دي رومانسكي وينيد وحي كسيهاري تكلنا وميشو فاتكام هو دقنا يدينهان حديث كان وحو تلماما يلا بضا با مسلم كقعنته ودي شو قالي دونا دبتنا وحي ويديين صحابي شيخ عبد الله بن عمر بن العاص لبدا تيبا الله فرن دونا صندوق يرو مال دكتي بولي صندوق اي كان والله كان وفري دبتنا قرال مخصص صاري مركز قرال كي اخري وحلي انو نبي الله فدنا عليه الصلاه والسلام وحديث كو قرينا اي نبي سؤاشن لويدي لبدا مغارة تيبا الله فرنيا دبتنا نبي وحو نغو يري قسطنطين با الله فرنيا اما مدينه هرقل تفتح أولا مقالة هرقل هرقلس نيكي لورنجري مقالة دي سال الله فرانيا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقتك وشيغي وقتك عصيه لكن قور ما الله فرطي وحال الله فرطي سداد بغلوص الندود كردواد نبي محمد قداشي نبي قوص إيش يقول الله فرانيا لكن وقتك ومش يقين دادك صحابة دي واسقود داي داي واسورتو بويد أبو أيوب الأنساري يدي مقالة دعال كيدو كواسي واسورتو بويد عيدام مسلمين وكدن بي بغر والبا نبي قوة أمانا إنما كهالكا فرندونا واسقود داي ما يسورتو قلين قرنيكي شاني طبنا دي ميلادي قدبا يا قديسي اسبين مركا يدومي سي حقا كلانا قسطنطينية لفرنية 1492 ملا سيدن آخر مدينة لقى صار المسلمين تا حاجة كان وقت جا وقت كوبا قبل فرتين ومرك الدولة المسلمين تا لنا عقل بيت سود ما يسي دولة المسلمين تا لنا عبارة بسيح وقيسين يسوس يسعتي ملا هجرية وسدد بقول يا دارادنا يهيد ما فيليا وقت ياسي هدي تالا فرتين النبي محمد عليه الصلاة والسلام دبدي سداد بغلو سنة كدب ولبا علماء حديث صحيح مسلمنا واحد المامي يعني مر لبادنا ين قسطنطينية لفران دونه لكن مر كاللباد تكبير لغو فران دونه حبد بالوريد الدوني لا إله إلا الله يا الله أكبر لغو فران دونه ملا هم دوا مر كان علمانيين تنية بلية باس كان دبو قبصدين دون ملا دا تكبير سري وما دبو قبصن دونه في ليه روما سيولي لما فران رومي ولي وحي كتير تامحي قانتي رير قلبتك لكن حديث ينوح الشيخ يقول رومينا إن السلام قباري دونا السلام دونت رومانا إن نغن دونتا محي ما قال مسلم بو نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام وحب نبي حديث كالكو تلمامي نبي النمدو انتي الله دونا بي جوغي دونتا دي نبي محمد نبي كدن بينا يمجرين انتي ونبي نوالا ونبي جوغي سي دبتنا إلهي بالرفعين دونا وحايمان دونتا خلافة أمام مامل على منهاج النبوة طريق النبي محمد هايستا أي إيمان دونا إسنا إنتي الله دونا أبو جوغي دونا دبتنا والله رفعين دونا أبو نبغولي وحكو حقي دونا أبو نبغولي بغرادك
ملكا عاضا اسنا انت يلا قدر ابو تشوغي دونا وبغرضي مسلمين تي وحنا قلدي وحنا سحي كدبا الهي رافعين دونا وحكو حق دونا ابو نبغولي ملكا جبريا بغرض ديكتاتر دي ملاوا انما انت تشوكتي وحي لا نوعا كو ضدك نفتي سوكو كينيا ايا كو حق دونا ابو نبغولي عليه الصلاه والسلام ايانا مدي تشوغي دونا ابو نبغولي ثم يرفعها الهي با رافعين دونا قوانا هدانا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وحصان نغن دون تبو نبي قولي الخلافة مبدأ النبي محمد كو سعطا إذن وينور دي منطهي مركا مردن بي وحصان نغن إسا ثم سكت نبي قولي كامر كومرين أيها المصيب حكا دنبين دونا إلهي باوك وحكا دنبين دونا نبي عليه الصلاة والسلام كما ورمين انت يدو سيس عن دونتا كما ورمين waxaan uga dan leeyahay in muslimku uu soo noqon doona waa hubanti aday dhashaa tahay uu soo noqon oo 19th century ama 19 something 20th century iska bilowgeedii qarnigii 20aad bilowgeedii إنجليز ولا كنت مليون أو دوها لحد المليون حاجة عاجينة يا مصر نشين مليون به ما أنت مصر وابغلي ديراد مليون إنجليز كنا ولي ولا لحدنا كي القرن الدبدي ولا لحدنا كي مصر روحي ما رسائنتا موقع استراتيجي يا المياه الدافئة بيها الديرنا الدنيا دورنا مي قعدتوا دو كتيرة موارد خامكا يا هدي دلن يرتاي يا هدي انرجي تاي يا هدي دول بيرت هاي با غانتودو كجيرا تاريخ داسي لا يقان معروف كا ويليه كم يا كيف با اما كوانتيتي كواليتي با ودت سو صعده وحلينا مسلم كو سو نقنيا وانا لا محاله انو دب سو نقضه لكن اللي صار نغضه وحكوه الرأي وعدب فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض بأي لهيل حور هي داد حور توتقيا وحدتك أنفعي أنا وهريا إن الأرض لله يورثها إلهي سبحانه وتعالى نلقى السقاله ونحل سينا يا دومه سعيد دونه ونريد أن نمنع على الذين استضعفوا قرانك إلهي وحين وقوى الرمي يهود لقوا ميستي ولقوا حكومة بيننا نرهق دالين وصيد الله قلي يا إلهي لوحان دوني إنان يقدرك مكاسيو فرعون ينتي سيبا انت إلهي هلا غيبا محي يهود دولة نمدى دايتمي حلانا هاي إسلام قصان قنية لكن وصلنا قلنا يا معنى هذا ما هي انتين سكفر فردينو وسكو اخرينو ان يدن الهنو ان القرآن كي كتا الله يا حديث كي كتا الله يا اسلام كو سكا صلنا قلنا يا ودوني دا قال دونا ودوبي دونتا ان شاء الله اننا وكبودي دونا وركاسي وحبك بحجران وحبك بحجران هذه الشقية هم بوحصان قنية انت انو هردنا وقت قوصي ديران انت انو براروك سنة وحقبان اينانا وقت قوصي كوب يدو إليه قدرتي سيكو حرنت صحابة محيلة هاي المركي نبي قال الشقيني لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل هدينو فريسة نبوي ده هدينو سيكو نبي محمد شقيني كاسوا شغب بعض لوين وح يعني عمل لنصرة ينصبيني ويا إلهي إن سرقي سانو إيمان يا دب تنوى فرفرني إن وحبك بشرا إلهي وحولي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جيت كي يكو ودد على أيدوا مك قبل الجهاد بيسودكت والذين جاهدوا فينا
كوا جهدكودا يا دادالكودا كبحي يا إلهي درتي إلهي وحليه سبحانه وتعالى طريق الصحابة نقهنونينا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم قهنونا هنون بنو كرلنا يا أبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى عدو باكري يا دد با اسلام نمدى كسور جيدا وما النبي مال عدلا يمي باكري انبياء دورنا بي الهي وحقوة المامة يا قرانك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين با الهي نبي كستا كوا مجرمين وعلو آبان ايا اللي شوقي با الهي تلمامة يا هذا يعد مال عدلا كسو قولي سنة سد انبياء دا كسو قولي سنة لهي نلشو اسريحا سي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض نلاش يسريح هسي كسعت سيدا أوجد وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولتصغى إليه أفئدة الذين إلهي وحينات المامية أنبياء إني كسهر جدًا كوع علوا شيدا مدى إنس جيه جنك با إلهي جنت رب ضبا كسهر جدًا نبي ذا كو إنسيو يرى الشياطين وكلاك سهر جيدي ومبادئ دقل دنفع فيني وحن لانا مركا مبدأ الرقي سقادان وقول استاه ربنا وحولي وقرقار اياه مبدأ الدكي سساح دان واساح دان عدو قحوق بدني دي سواحبكم حدنا لا يغرنك التقلب الذين كفروا في البلاد بإلهي يأيذ بقق لنن يايدين يا كوكت سومينا قال هذا الدنيا ركروغا يسكر ركروغا يعني يوحوغا كواستا وما تاع قليل با إلهي لكن قوستنا ما شرته هو الذي ينزل الغيث من بعد ما غنط وينشر رحمته إلى إساق أخوك يا نحرست سودة يدتك بركو قوستا كذب سيدا أوقيد وحن لنا هاي كو عدم الياس قوستا شوشية نبي محمد يدو مكلا شوغو والله حوق بطي وصحابة دي سهرتي سلوتهم ايو وحبو قبن كريواي ايو صحابي كم دو نفتي هاي ساوي ما سويل الى الرسول كي سيوم ماذا الهي نو برد الا تدعو لنا الا ماذا الهي قول نو ويديس نبي عليه الصلاة والسلام وحوش يا غي تاريخ ده بني آدم كو سيو صعوت إذن قدت كي إذن كهر رأي قار ما انت الهي الرسول شيس الرميان لقب طيبو نبي ويلي وانت قد لقر دي مشار هلك لقى ساري والله بالله كلا شاحي إلهي ما كنت دارتين دين تن إلهي ووهي لندونا ووهي قولو يسن دون تابو نبي ويلي ما كان لقر تاقي برقى سعودي صنع إلى حضر موت أي أي سعان دونان إيه قوقفكو إنو أريق إيه إيه ورابا كعش دمو يانا عدنا آنو كبغينين نما كان مكا كبح كارك لا يلقطو ميو أيو نبي ويحوشي يا دين تن انت يقولو يستو إن السنعية حضر موت نحص عن دونان إيقوان عندنا كبغين حوله ديني ييقى عشدان مويانه ولكنكم قوم تستعجلون بنبغول وحاستهين ددك دقية ددك وما الاسكتور هذا هو حبر لساني من كان هفي هف قصينا يا وما الاسكتور تاسو حبر سماين ميش لكن وحيو بحانت إدتكو إني تودا لستان صحابة دي شبطي لما أردني خالد بحريفة هاي أنتو حق الضبايد كم مري إذن شبيي يا وحل قول يقول هو من عند أنفسكم ترى حمد ويدك إذا كتب يا إلهي مشكلة ويدك إذا كتب ولي قد بعد ويدد سيدوني دواتشرين دد لي يلي عدوين الله حاقي طونا يا إذنكم مركا الله مريو إذنكم رورا يسوق لنا ما شرته دوني دو تدافع أسمي أبتكيد بكو شرته لكن دتكي نسمه سومالي ده ما انت جوكتا وحيد هذا قال الله ينقوي التحابة قال عين كانوا يتوبيا كان سمايسو كينيا كان سمايسو قولد جوكتا ان محالا يدا حبتا حمر با ودك هنا ما مشا عين كانوا وردنك يتشكر ويا والله تاليا دي دوني دوا عين كا عرفتو ما تشكرت والله تاليا قال هذا بكو بحي تشكر ويا والله تاليا عدو تالين قرتاو تمادا مشكلة دوا انك اما هيقا يقوى نين دنتي سراعنا يا نين دنتي سراعنا يلا ما يدادو نيو أحمق باتي محاد دنتا دا ودا مقاشي
تيسو إلى شرية وهن الرجعت وتيسو إلى شرية عدة ضخمة هوايو وين نجا هذا تاجن تولد النجوى حكتها نجوى صار دركنا وأكسر أرجي نو صار دافع ألكي ودان قشريس النادي هارة هي تاجن تينا دوني كلا وحكا قبطة هي ضد كلا هنا دو حلقة بستة داية تولد بتنكو حكتها أرجع خيال عشان هسا ولا ده هلك غير كي نمدك يشريني وأكسر طلا ودان حدودي وقول ما تريك سكع لين مركب عدة سكبا يلا لنا سهدو ولا لك أي هاي يكي أدد بيسوقون دويدين يا تسكي علين كرتا مركا سومالي عدي ما تشبينا يدا يسجبي سي حق غضوكا مسلم عدي ما تشبينا يسجا يسجبي يي ساقو مركو استومي أي الله بختي وريما مركا يدد كنولا هايان دوني دا دد بيكا هايان ترسن وان عدي نسوهم قرينين هدي الله قريه أنا وحسك دعية ودعية شفت إذا قال إن مالن لقى بديه لكن يعني بريته كبدين شرين تدك ساسو يسر ريح ريحي لكن وانو سكفر ده إن الدنيا ده نسيو قاعدة والدولة نص ما هي الدنيا ده كهلا يا ضد نقد لقى وحن وينكو هلا بماها يعني وحن وينكو هلا أنتم مال استعبوا ماها الدور وصاع رروا إن وحنا قبطه سبحان الله كسب الرسول عربي جدا وانا ما قال كاين ادغه او يما مال كلام ده شيف انا ما يقول دغاه كوبا دافا لا تا غير سال سا كوبا دافو ادا ادغه واحد انت ادا هيدن ادكيتو واحد مركا او دغ لا يغون ايها الاحبه قران كيو عصب وان وحبه اسك بدلين بين دحيالا سنه النبي قال له في وان وحبه اسك بدلين بين دحدين نطالا تاريخ دي دوني دا مد مسلمية مد قالت بولا هايو ايا تالية تجاربتي بنا آدمك تاريخ بي مسلمين تولي الصمود في الحالات الصعبة قرايا بدرر القبادة وحي لي يندتكني ولا بد ان يصور نقضان لكن دب الله ديك كرا رقوي سيايا اللي تشوچن كرا إنه حلا أن إلهي وحيري سوى على لسان نبي الله إبراهيم كوى على لسان نبي الله يعقوب إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إلهي نحرستي سكما قوستان تتك قالوا بي مويانم مسلم قوص بما يقام عمر المختار بالغاه يا كالمدى نحن لا نستسلم يا عمر عمر المختار كي تلياني ايسكو هايين ليبيا يا وحيدا نغو اسمه ديبنو يا اما وانو قوليسان اما وانو دمان نابو يري يعني وحيدا المام يا نولشو اسديب كينانا يقونين الدبع الاسلام لا محالة قادم وصو صعدة وفرض علينا ان نعمل صمينه قل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله المؤمن وهل اني دور عمل سمايا شق قبطة اللي الرسول كيسي مؤمن تبو يركض دونا وحق وطاني لكن لينا ما أورن قل ناموا وسينصركم الله ما لكم تعالى ساحد إلهي بايدين قولين يا ملك غرنت مجرد مرك كلمة دين واحد كوكو أبنت إلا ما قضى بقوله مد واحد ويان دين تاني ويصارنا قنيسه هدي أقنت بين آدم لغو أجانا وفافس ودين توقف فافس بدل ما أنت الدنيا كتشرتا وأنا صار نقان دون تبيدن الله تعالى لكن وحيس ودين تله أدوك صفقة مكبرة ساكعين يا سوء علينا يا مسه دوضياشا قيبتا محالي دا دوضياشا مستمعين دا مستمعين الكرام قدر ينسكات كم من نقان دونتا dadka daawanaya dunida sida wax uga dhacayaan ma kuwaasad ka mid tahay mise kuwa diintoodii dadnimadoodii dalkood ayaad ka mid noqonaysa idan adigu ilaahay waxba kaagama baahna laakiin adaa lagu itixaamayaa lagu eegaya waana lagu sheegay dad jidka fiican qaadanay lagu guuleyn doono kalluunsan hadaad qaadana in lagu baadiyeyn doonaan waxba heli doonin ka waxaan ku koobayaa masaladan wax badan badan baynu ka odhan karnaa لكن هذا الكبضاني وحو ما ترى وحي كو كوبان تهي دين تاني ويسوانو قوني ساي أدوكو كيد
وحكدر سنه يمتها يمسمتي. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.